رجاله الثانويه العامه 2025، ايه الاخبار يا حبايبي؟ يا رب تكونوا زي الفل. تعالالي تعالالي، ايه اللي عندنا النهارده؟ يونت 4، الله علينا، خلصنا ربع المنهج. خلصنا ربع المنهج، فرمته. لو انت عامل اول السنه فاحنا مخلصين. بدايه جديده عندك النهارده ان شاء الله، جرامر وعندك فوكاب، كله هيتفرم ان شاء الله في المحاضره دي باذن الله. ربع عميل باذن الله، باذن الله. الطريق الجاي طريق مختلف خالص، بهجه تاني خالص. قرب لي بقى فجلتي. نهار اسود، ده بيبص لي ورحمه ابويا بيبص لي. يا ضياء اديتك اجازه وظبطتك الدنيا كده. انا عندي النهارده حاجه مهمه جدا اسمها الاقتراح. فتخيل بقى واحد بيكراش على واحده اسمها همسه، اقول لك شوف سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ده اكيد اشاره مستر. والله اكيد دي اشاره. احنا قاعدين جعانين فبقول لك بص، احنا هو احنا لسه هنعمل سندوتشات والجو ده؟ ما يلا بينا. اقول لك بص، احنا هنجيب 1000 كتكوت. طب وبعدين هنربيهم ونكبرهم ونظبطهم، هيبقوا 800 فرخه. فواحد قاعد يقول 800 فرخه؟ طب وفي 200 كده ناقصين؟ ايوه يا باشا، ال 200 دول اعتبرهم ما قدروش يتحملوا مشقه الطريق فماتوا مننا. انا باشا بقترح عليك ان احنا دلوقتي ناكل بيتزا، حلو كده؟ هيا بنا نقرا كتاب، هيا بنا نذاكر، هيا بنا نلعب. طبعا انت ما بتقترحش الاقتراحات دي، هيا بنا نذاكر وهيا بنا نقرا كتاب، ما فيش عندك الكلام ده يا باشا. قاعد متضايق من الشغل، طب ما يلا بينا اسكندريه. خلاص ما يلا بينا اسكندريه، ده اقتراح عن طريق جمله. طب ماذا عن اسكندريه؟ اقتراح بس عن طريق سؤال، شوف الفرق. حلو، طبعا انت ما عندكش الكلام ده يا باشا. انا اقول اه يلا اسكندريه، انما انت ما تقولش حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ما تعرفش انت كحانه محمد، كحانه محمد انت اخرك يا باشا البلكونه، انما اسكندريه انت ثالثه ثانوي يا باشا، عين لي على الكتاب. هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ قلت لك قبل كده انا مش فاكر نفس عمرو دياب ولا حاجه والله. اولا لو انا بقترح عليك البيتزا فاقول لك ليتس ايت بيتزا، مش اي حاجه تتسرع يا متهور. اديك تاني جمله عشان تعرف تفرق، بص لي. طب وبالنسبه لي وات اباوت وي هاو اباوت، انا بستخدمهم عندي الاقتراح عن طريق سؤال. طب هل دي سؤال؟ لا، يبقى لا دي تنفع ولا دي تنفع، وبي ان سي ما ينفعوش. يبقى انا كده بركز، اولا الجمله بتاعتي اخرها فول ستوب ولا اخرها كويستشن مارك؟ انا لقيت هنا اخرها فول ستوب، يبقى معنى الكلام ان انا بختار عندي ليتس. فاعل كان او كود او شود، مصدر هنا مين؟ اصحال يا امين، او فاعل وي سجست انسيست وريكومند، بعدهم فيرب اي ان جي، اصحى وما تسالش ليه. طيب يعني طالما فول ستوب واي دونت يو وي، هستخدمها في اقتراح عن طريق سؤال فزحلقها زحلق. طيب وات اباوت برضه بستخدمها في اقتراح عن طريق سؤال، وبيجي بعدها فيرب ان جي حتى واسم، والمستر قال لي وما تسالش ليه. ماشي، بس المستر قال لي بستخدم ليتس للاقتراح عن طريق جمله حتى نفيها بدونت ليتس وليتس ومت كمان. ايه الكلام؟ اي ثينك، انا اعتقد تراي ذات ريستورنت، نجرب المطعم ده نيكست ويك الاسبوع الجاي. اتس وندرفول، ده رائع، طالما رائع بنجرب. يلا بينا. الدنيا ماشية حلوة قوي، خروجة ماشية مليون المية، وقاعدين ومزاجنا حلو كلنا، ها والضحك وقاعدين والخروجة جامدة. فلقى واحد يقول لك يا مروان هادي، قافلين انت ازاي كده؟ استحمل نفسك ازاي؟ بستخدم وات اباوت خلاص باحترام.